حضور لافت ميز الدورة 31 لمؤتمر الرابطة الدولية لواحات العلوم ومجالات الابتكار لعام 2014 التي افتتحت في مركز مؤتمرات قطر الوطني. أكثر من 70 بلدا شاركت في هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في قطر والعالم العربي، من بينهم تشاد هيرلي المؤسس المشارك لموقع يوتيوب، ثالث أكبر المواقع زيارة على مستوى العالم بعد فيسبوك وجوجل. ويهدف المؤتمر إلى بناء مستقبل غني بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وتعزيز قدرات الابتكار في قطر من خلال البحوث في مجالي التعليم والعلوم. طبعا بالنسبة حق الشباب القطري خصيصا والشباب العربي عموما، طبعا أنا جدا متفائل، والأشخاص ورواد الأعمال نفسهم قادرين على المنافسة محليا وخارجيا. الكواري أضاف أن قطر تسعى حاليا إلى التركيز في تنمية البرامج التي تقدمها هذه الجهات، ويمثل مؤتمرها الحالي الذي من المقرر أن يستمر 3 أيام فرصة لالتقاء كبار المختصين العالميين في مجال الابتكار والباحثين والطلبة لمناقشة سبل مساندة مراكز الابتكار الجديدة. طبعا مجمع الابتكار مسقط حقيقة يجمع بين الاثنين، هو استفاد من تجارب الدول العالمية في مجال واحات العلوم والتقنية، وكذلك لأن خصوصياتنا الخاصة في سلطنة عمان. اشترك في المؤتمر عدد من رؤساء واحات العلوم في الدول العربية، وهي لا تزال جديدة نسبيا في هذا المجال. ويشير تقرير اليونسكو للعلوم إلى أن الأوساط الأكاديمية والصناعية في الدول العربية يمكن أن تجني فوائد ضخمة من إنشاء مجموعات البحوث والتكنولوجيا والتواصل من خلال مؤتمرات الرابطة الدولية لواحات العلوم. وتهتم واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر بتقديم الدعم التجاري وخدمات الأعمال وتقييم السوق، أملاً في تحقيق الريادة في مجالات الأعمال التكنولوجية والملكية الفكرية، بما يسهم في حفظ الموارد البشرية والطبيعية لدولة قطر. هالة الخيري، الجزيرة، الدوحة.